يعني ايه كوميونتي اهو؟ ما هياش ديديكيتد للسبسكرايبر بتاعها، شانل الناس بتتجمس فيها الناس بتشير في الشانل دي هيك، واليوزر بيستخدمها جزء من الوقت يبعت الداتا بتاعته الانفورميشن بتاعته بعدين يريليز. تمام؟ فاكزامبل على الشانلز دي او الترانسفورت شانلز الكومون الموجوده عندي، عندي البرودكاست شانل دي هي الترانسفورت شانل بتاعت مين؟ بتاعت اللوجيكال شانل اسمها برودكاست كنترول شانل بي سي اتش. طب بي سي اتش ليها شانل لوحدها في الترانسفورت شانل اسمها البرودكاست شانل، والبي سي اتش تعتبر كومون شانل لان هو كله سامعها كله في نفس الوقت بيشير الشانل كله بيسمع الشانل. تمام؟ عندي بعد كده نفس الكلام البيجنج شانل. البيجنج شانل برضه مابينج 1 تو 1 هو مابينج 1 تو 1 من ناحيه الترانسبورت لكن مش من ناحيه اللوجيك. هنشوف يعني هنشوف المابينج هنتكلم عن المابينج ده. فالبيجنج شانل شايلة مين؟ بيجنج بيجنج كنترول شانل اللي هي الشانل اللي بيبعت عليها البيجنج. فبرضه دي هيد شانل كومن شير ما بين اليوزرز. شانل دي هيد ببعت عليها البيجنج الام سي بتاع واحد من البيجنج جروب من الام سيز اللي في البيجنج جروب دي. فكل اليوزرز كل السبسكرايبرز او السبسكرايبرز اللي في البيجنج جروب دي كلها بتسمع نفس الشانل في نفس الوقت بتاع البيجنج، و بعد الهوب تصير تصير اسوشيتد معاها زي ما قلنا فيزيكال شانل اسمها ايه؟ بي اي سي اتش البيجنج انديكيشن شانل. بدل ما اليوزر يقعد يسمع الشانل كلها على بعضها يسمع الجيمزي كله لاخره عشان يعرف مكان هو بتاعه ولا لا، ف بيسمع وان بيجنج انديكيشن شانل. لو بزيرو يبقى مفيش بيجنج جاي للجروب دي هيك. خلاص يا جماعه اجازه ما حدش يفتح الريسيفر بتاعه. لو بواحد يبقى في بيجنج جاي، يبقى الناس كلها بتفتح اللي في البيجنج جروب تفتح الريسيفر بتاعها في ميعاد البيجنج جروب دي هيك تسمع الام زي وبعد كده تشوف اذا كان فاهم. طب البي اي سي اتش تشانل معموله عشان بيت واحده؟ طب يعني مش كان قال ان هما يحطوا البيت ديت مثلا في بدايه ال بيجنج شانل عاديه في بدايتها، فوالله لو بدايه الشانل ب1 يبقى خاص فيه يو نو بزيرو يبقى مفيش. اصل كده مش ويست في ريسورسز كده ان الشانل كامله عشان هو مت؟ مش هو الشانل كامله دي يعني ايه كلمه شانل كامله؟ يعني الشانل كود؟ طيب يعني ومت الوان بيت ده انت لسه هتعمله شانل كودنج خليه لك اربعه هتعمل شانل كودنج 20 بيت بس. طب ايه المشكله؟ الناس هتعرف ازاي ان في بيت يعني انا عشان دي هو نوع دي طبعا عشان دي استخدمها اصل هو باين ما انت بتسمع بي سي اتش طول الوقت انت كده كده فاتح الريسيفر بتاعك يعني أنا عارف أسمع بيجي عارفين لا في معاد البيجين جروب برضه معاد البيجين جروب بشوفها بشوف طب ما فايد دي أنا أفتح البيجي أفتح تسيجي عشان أشوف الدنيا وأفتح البيجي حجم الداتا اللي بيفتح ماشي. أنا بفتح عشان أسمع وان بيت ولا بفتح عشان أسمع 16 بايت؟ طب والله ما أنا أفتح وأسمع أول بيت في الشانل لو لقيتها ب1 هكمل ليسنج في الشانل. هو مين قال إن هما بيفتحوش مع بعض؟ هو حضرتك قلت دي شانل ودي شانل يعني اسمع ديت دي شانل ودي شانل بس دي كود ودي كود يعني هما بيتاكلوا في نفس الوقت فقصدوا يضمهم على بعض يعني هما مضمومين على بعض يبقى على نفس الكود يعني ما. كل الشانلز مضمومه على بعض كل شانلز ماشي سيبريتد باي ايه؟ باي كود باي كود بس يعني انت هتعمل ايه؟ انا هاجي اضرب في البيجنج انديكيشن شانل الكود بتاعها عرفت ان في بيجنج
ففي ميعاد البيجنج جروب بتاعي اهو اضرب في البيجنج في الترانزيشن كود بتاع البيجنج شانل نفسها عشان اسمع الجزء. يعني هو النورمال الفكره ان انا اقلل الباور اللي بيستهلكها بدل ما انا عايز ابعت لك جواب مكتوب فيه الف او ابعت لك جواب فيه قصه حياتي ده هيبقى كام صفحه وده هيبقى كام صفحه مش تفرق كتير قصه حياتي مش كبيره قوي بس انا كده بزود بص على هبعت لك ورقه قد كده اكتب لك فيها الف طب انت محتاج تشيلها في ايه محتاج تشيلها كبيره لكن هديك كتاب فيه قصة حياتي من يوم ما اتولدت تقعد بقى تقرا فيه ثلاث سنين بقى. سؤالي هو لو وان يبص دلوقتي ولا يبص المره اللي جايه؟ يبص دلوقتي. يبص دلوقتي. بس هي بتتكرر يعني هو البيت كده كده بتتكرر. في سؤال ثاني معلش انت بتاع في ايه ايه اذا كان بيجنج جروب دي هيك جاي فيها بيجنج ولا هل دي كود اللي بيجنج جروب دي هيك ولا ممكن انا دلوقتي مقسم بدل ما خلي الريسيفر الموبايل يسمع فيديو شانل طول الوقت قسمت التايب بتاعي بيجنج جروب 1 بيجنج جروب 2 بيجنج جروب 3 وهكذا اسوشيتد مع في ميعاد بيجنج جروب 1 اللي هو ايه؟ ام سي واحد من الناس اللي في الجروب دي هنا جاي له كود ام سي 1 ممكن هنا ما بعتش حاجه ممكن هنا ام سي 3 جاي له كود ببعت كمان في ميعاد بيجي جروب 1 بيجي جروب 2 بيجي جروب 3 ببعت حاجه اسمها البيجنج انديكيشن شانل دي اللي هي البيجنج شانل نفسها دي فيزيكال شانل اسمها بيجنج انديكيشن لو في حد داير كود طبعا يا جماعه صحصحوا كده في واحد منكم داير له الكلام في بيقول له شغل الريسيفر ويسمع الانس هيلاقي الانس بتاعه يخرج الساعه 3 4 بالليل هو بدل ما يقعد يسمع قصه حياته اللي هي مزيده كله هيسمع وان بيت الجروب بيتشيك على وان بيت كله هو عمال كله بيتشيك على البيت دي لو البيت دي هيك لقى واحد خلاص يبتدي يسمع الشغل دي كله ايه فرصه ان ولا واحد من الجروب جاي له ده كبير بتحصل يعني الساعه 3 بالليل كده بالليل ما ده اللي خلاك تعمل الشغل دي بدل ما افضل انا مخلي البطاريه في 2 جي انت البطاريه كانت شغاله انت طول الوقت عمال تسمع البيجنج شانل طول الوقت البيجنج شانل من اولها لاخرها التايم سلوت من اولها لاخرها كان 500 470 بت ولا كان الفريم كله كان كانت بتقعد تسمع البيكس دي كلها لكن هنا انت بتسمع وان بيت انا ما اعرفش هي فكره كويسه لما كان هل يعني موجوده نادرا ما بتبقى ولا الناس كويسه يعني انت الناس مثلا اللي لهم ترافيك واحد على مستوى المستوى يعني ده على مستوى السيل او الكوشن اريا الجروب ماشي الجروب في كوشن اريا احتماليه ان واحد في اللاج اللي هو 50 60 سيل من البيجنج جروب مقسم سبسكرايبرز اللي هم فيها وفرضنا السيل اللي فيها 100 سبسكرايبر 100 سبسكرايبر دول زي التاتي لو 600 واحد 600 واحد قسمتهم 6 جروب قسمتهم على 6 جروب كل واحد مليون كل واحد
لا لسبب تاني. يعني في اسباب تانية. يعني من هنا السبب ده يخليها تعيش اكتر. والباور كنترول والباور كنترول يخليها تعيش اكتر. تمام. لكن لسبب تاني. نعم ان شاء الله. المفروض انتوا عارفين. لا. لا. طب ريسيف بتشتغل الترانسميتر بالطريقه بتفتحها. لما تعمل بروسيسنج اكتر بروسيس ماشي بس يعني مش هي دي يعني مش هي دي اللي هتفضل البطاريه. طب ايه بقى؟ فضل البطاريه ايه؟ سيل سايز. سيل سايز اكبر. سيل سايز لو انتوا تفتكروا مين يعني؟ في لابتوب جي 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 اس ام صغير جي اس ام 1800 حتى لو كده السيل سايز هنا كومبيرنج هنا قد ايه؟ لا كل ما بعد الفريكونسي كل ما بعد السايز كل ما بعد الفريكونسي كل ما ايه اللي يزيد؟ لا ال باص نص نص باص نص نص ما محتاج ابعت باور اعلى ابعت باور اعلى لكن نتيجه الدلتا سنسيتي باور ثابت لازم عند ال 14 عالي خلاص يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان الباسلوس جي اس ام 1800 هيبقى اكبر من جي اس ام 900 والباسلوس في الدبليو سي دي ام اي هيبقى اكبر من 1800 و900 وبالتالي السيل سايز طالما الباور ثابت انا مش هقدر ازيد عن باور معين انا بعديه يبقى السيل سايز في جي اس ام 900 اكبر من جي اس ام 1800 اكبر من يو دي اس بما ان السيل سايز في اليو دي اس صغير اصغر من 2 جي فبالتالي بعمل هاند اوفرز اكتر بعمل لوكيشن ابديتس اكتر بعمل سوبر هاند اوفر حاجه ما كانتش موجوده فنتيجه كده البطاريه بتفضل اكتر في السي مش نتيجه البيجنج مش نتيجه البروسيسنج لكن هي مينلي نتيجه البروسيسنج لا البروسيسنج هيبقى البروسيسنج بقى نتيجه الهاند اوفر الكلام ده يعني نتيجه ان انا على طول بعمل اكشنز اكتر من نفس الاكشنز اللي بعملها في 2 جي بعملها اكتر في 3 جي بعمل هاند اوفر اكتر بعمل لوكيشن ابديت اكتر بعمل سيت تشينج اكتر بليسن لعدد الشانلز اكتر او عدد نيبورز اكتر يعني السيلز اقرب لبعض فبسمع مش بسمع بس 3 جي بس انا بسمع 3 جي و 2 جي عشان لو انا هاند اوفر من 3 جي ل 2 جي فبسمع بتيون على فريكونسيز اكتر فالاكشنز الاكتيفيتيز اللي بعملها في 3 جي والسيل سايز الاثنين بيخلوا ان البطاريه في 3 جي بتفضل اكتر اسرع. طيب. طب حاجه كمان في اللي هي البي اي سي اتش انا ببعت 1 بت هي مش ممكن 1 بت يحصل فيها ايرور زي ما كان في زي اتش انا كان اتش انا برضه بعمل لها تشانل كودينج كان برضه ساعات بيحصل فيها ايرور وساعات بيحصل فيها ايرور لا زي دي فيزيكال مش ماشي وارد ان يحصل فيها بس ايه اللي هيحصل لو انت البيجنج متاخر عليك سنتين مش هيحصل حاجه بس بدل ما الموبايل يعمل دلوقتي يعني بس اللي انا عايز افهمه هم ليه بيبعتوا بيت ممكن يبعتوا سيم اوف 1 زي ما كان في اف سي اتش ببعت سيم اوف زيروز يبقى سيم اوف 1 يعني هو بتاع الجون دي انا بسهل بس يعني هي يعني هي 1 في سبكتر يعني سبكتر 1 بس مش كده يعني كافي هو في حاجه مع العلم لا شغل اون بيت ليه؟ ما انت هتعمل لها كودينج هتبعتها 3 بيتس ايوه ليه ضايع عليك وليه ضايع عليك وتشال كل كودز وما اعرفش مين وبروسيس ممكن استخدمه هو قريب مش مشكله يعني احشره حاجه مهمه بدل ما كنت هقعد اخليه ممكن اشيلها خالص بس الروبرتو كويس ساعتها هيبقى كبير الروبرتو فيه هتبقى عاليه عاليه كده كده هو بيت اعمل ايه بقى الفاهم تشيس مش عارف تعملوا فيها ايه دي بس انا محتاجها محتاجها عشان بدل ما اخلي الراجل يقعد يسمع لا يسمع احسن لا يسمع معلش سؤال هو في لو في اليوم دي اسمع خلي بالك ثانيه واحده خلي بالك موضوع يعني البيجنج ده
لما هيوفر في البطاريه ده هيشيل الكوارث اللي انا بقول يعني انا محتاج اي حاجه اقدر اعملها عشان اسيب في الباتري في السيشن. يعني انا زي ما بقول لك السيل سايز الصغيره والهاند اوفرز اكتر. عشان كده لو انا يا سيدي هويست 1 بت بس عشان الموبايل يقعد اكتر انا مش عايز اطفش الناس من 3 جي. انا دلوقتي الناس كلها حواليها موبايلها 2 جي عشان توفر البطاريه. انا مش عايز اعمل كده. انا مش عايز اطفش الناس من 3 جي. يعني انا اوريدي انا بانفست في النتورك دي عشان سيرفيسز عشان كاستمرز تيجي عشان تجيب فلوس. فليه اخلي الراجل لما يكونكت على 3 جي يقع بعد نص ساعه؟ والله ايه القرف ده؟ يعني فعلا كان لما كنا بنشوف مثلا اللي هي السبيسيفيكيشن بتاعت الموبايل كان دايما يقولوا في اللي هي الباتري باتري لايف او 2 جي و 3 جي فدايما 3 جي اقل. طب يعني بس كان هيبقى اقل من كده لو انت مش عامل الحاجات زي الباور كنترول وزي البيجنج انديكيشن زي حاجات ثانيه معموله عشان تقلل الباور بتاعتك. يوم تي اس 900 بقى هسيف الباتري اكتر؟ اكيد طبعا اكيد طبعا. هتبقى السيل سايز بقى نفس السيل سايز بتاع اليوم تي اس الباص نص قليل فساعتها بقى تدي ال 3 جي كواليتي كويسه بقى احسن من احسن من ال 3 جي. طبعا مش مجرد برضه كده البطاريه السيرفس اللي هي حاجات كتير بتكون مع بعض. لازم برضه اللي بيصنع الموبايل لازم يأدب. انا لو انا ببيع لك موبايل البطاريه بتاعت ال 86 كانت بتقعد 7 ايام تشحن الموبايل يقعد معاك 7 ايام ولا تسمه زي الفل. تمام؟ لكن لو بقى عندك موبايل فيه كاميرا وفيه جي بي اس وفيه انترنت وفي اتفرج على فيديو تخش على فيسبوك وواتساب ثلاث ساعات هو ده بيجيب ريفن فرد. يعني انا في الاخر انا بقدم سيرفيس دي انا عامل استراتيجي عشان اعمل سيرفيس. لازم التكنولوجيا مكوك معايا. لازم التكنولوجيا الناس هتعمل بطاريات احسن بدل ما البطاريه كانت بتقعد 8 ساعات تقعد 10 ساعات بدل ما البطاريه تقعد 10 ساعات تقعد 12 ساعه. تمام؟ بس في نفس الوقت اقدر اعمل اللي اقدر اعمله عشان من ناحيتي كنتور اقلل برضو اليوسج على الباتري. معايا؟ طيب البيجنج شانل زي ما قلنا اسوشيتد معاها فيزيكال شانل اسمها البيجنج انديكيشن. دي بتقول يا جماعه في حد في البيجنج جروب دي هنا جاي بيجنج ولا لا؟ الناس اللي انها بيجنج بتسمع البيجنج شانل في ميعادها في البيجنج جروب بتاعها واللي ليه ام زي. طيب راندوم اكسس شانل شبه راندوم اكسس شانل بتاع 2 جي. بتعمل ايه راندوم اكسس شانل بتاع 2 جي؟ ده اكس نتورك او بريسبوند على ال على ال على البيجنج شانل. يعني ما تجنرالايز احسن. يعني اول كونتاكت ليا مع النتورك بقى. ايوه اول كونتاكت ليا مع النتورك لو انا عايز اكونتاكت النتورك سواء عشان اوريجينيت كول او عشان ارد على بيجين جاي لي. انا دلوقتي محتاج النتورك تديني ريسورس كنترول شانل اكومينيكيت معاه اتكلم معاه. انا عايز اقعد معاك في ميتنج خلاص. الميتنج ده هتكلم معاك في الاهلي والزمالك هتكلم معاك في الاقتصاد في مصر. المهم انا عايز اقعد معاك في الميتنج. انا طالب اقعد معاك في الميتنج. هي دي الراش راندوم اكسس شانل. انا عايز اكومينيكيت مع النتورك عشان اعمل ايه؟ ممكن عشان اوريجينيت كود ممكن عشان ارد على بيجنج جاي لي لكن في الاخر انا عايز كنترول شانل. فراندوم اكسس شانل عشان زي ما قلنا ريكويست من النتورك ان انا اخد كنترول شانل. ممكن في 3 جي ابعت عليها داتا. لو قلنا في 3
في جي انا عندي حاجه ما كانتش موجوده في جي اللي هي اسمها الكومن شانل. فلو انا عايز ابعت داتا للنتورك باخد كومن شانل اسمها الراش بنات واحده منها وابعت عليها الداتا بتاعتي بعدين ارجع رجعت واضح. ف الراش هي دي ترانسبورت شانل اللي هتشيل كومون لا لا شيء ديديكيتد ترافيك شانل. احنا كومون هنا اهو احنا قلنا ان دي داون لينك هي شيء ديديكيتد ترافيك شانل. هو اسم يلخبط شويه مش عارف ليه هم سموها ديديكيتد ترافيك شانل مش ترافيك شانل وخلاص. بس اللي بيحدد اللوجيكال شانلز مش بتحدد انا ديديكيتد ولا كومون. اللوجيكال شانلز بتحدد انا ترافيك ولا سيجنال. اللي بيحدد انا ديديكيتد ولا كومون مين؟ ترانسبورت. ترانسبورت. فانا لو شايل حاجه اسمها ديديكيتد ترافيك شانل هي في الاخر هي ترافيك شانل. لو شايلها على راش دي بقت كومون شانل حتى لو اسمها دي تي سي اتش. دي تي سي اتش دي اللوجيكال لاير دي مش بتفرق ما بين ديديكيتد وكومون بتفرق ما بين ترافيك كنترول. لكن على ليفل الترانسبورت راش ده كومون شانل. ماشي؟ زي ما قلنا استخدم حاجة اسمها السلوت الألوهة أو الألوهة. يعني إيه الألوهة؟ هاي الألوهة يعني هاي يعني لغة ولاية كده أمريكية يعني هاي صح. فهاي كلمة ألوهة يعني هاي. فهي لما انا بعوزه منك استخدم حاجه اسمها الوها تكنيك. الوها انا ارفع هاي محدش رد عليا هاي انت رديت عليا قلت لي هاي هاي يعني ايه نبتدي نتكلم. فده ده اسمه الالوها. ده اللي اسمه الالوها. سلوت الالوها ان هو هاي بس زمان معين سلوت هاي بس في اوقات معينه الوها بس في اوقات معينه بحيث ان انا اقلل ان يحصل حاجه اسمها كوليجن ان احنا الاثنين نقول هاي في نفس الوقت. تمام. هي التكنيك اللي بطلب بيه الراش او اللي بعمل اللي بستخدم فيه الراش حاجه زي كده ان انا بقول هاي محدش سامعني هاي علي الباور شويه هاي اوكي. هو ده اللي انا بسميه لما هنتكلم على الباور كنترول حاجه اسمها الاوبن لوب باور كنترول. انا ببعت بالمينيمم بوسبل باور اللي انا سامعه على البي سي اتش. البي سي اتش مبعوت عليها لما تيجي تكلم النتورك ابتدي الباور كام. فانا بعمل ايه؟ انا عايز اقل باور ممكن. فبعمل ايه؟ هاي باقل باور ممكن ما ردتش عليا النتورك زود الباور هاي ردتش عليا هاي افضل ازود الباور لحد ما النتورك ترد عليا. معايا؟ ف النتورك هتعرفني منين بقى؟ يعني هعرف منين ان هي ردت عليا انا؟ اكسبانت شانل. ماشي هترد عليا انا ازاي؟ ايه اللي هيميزني عنك؟ انا لو انت قلنا هاي استعمل الكود بتاعي دي كومن شانل. احنا الاثنين ممكن اي حد يستخدمه. ممكن اي حد يستخدم الشانلايزيشن كود بتاعك. انا قلت هاي وانت قلت هاي والنتور ردت قالت هاي. مين بقى؟ يعني مين فينا بقى؟ ماشي بس يعني مش انت خدته مع نفسك كده. انا لسه باكسس النتور في البدايه لسه بقول سلام عليكم. خدت كومن شانل. كان كومن شانل ايه؟ مش بتاع حد بعينه. هتبقى عايز التمزي مثلا؟ ايه؟ التمزي مش التمزي. حاجه اسمها الاكسس بريامبل. اكسس بريامبل. سيجنيتشرز.
اكسس في امبل سيجنيتشر. ايه السيجنيتشر في ايه؟ في الداون لينك بي سي اتش بولي هديك مثلا 16 ايدنتيتي مثلا ايدنتيتي A B C D F كمان 16 حرف. فانا مثلا انا عايز اقول هاي، انا مش بقول هاي بس انا بقول هاي واختار سيجنتشر وابعد دي هاي دي وبعدين نترك مارش هاي تاني بس هاي تاني على الباور بنفس السيجنتشر. اوكي في شانل كان اسمها ايه؟ 2 جي اكسس جرام. اكسس جرام نتورك 2 جي لما كنت بتبعت على القرش كانت المفروض عليا اكسس جرام. 3 جي اسمها اكوزيشن انديكيشن شانل. مين؟ اكوزيشن انديكيشن اكوزيشن. انا موافق على حد ياخد الشانل هي. طيب مين اللي خدها؟ دي دي مين اللي هو؟ ما فيش غير اثنين الموبايل والنوبي. فانا ببعت الموبايل يبعت النوبي راندوم اكس شانل بي اب بس شانل لها هاي ويختار سيجنتشر من 16 راندوم اي سيجنتشر من 16 كور ويبعت له نتورك مع الهاي. نتورك هترد عليه باكوزيشن انديكيشن شان فيها الايكو بتاع او نفس السيجنتشر اللي انا حطته فيها معناها ان هي بتكونفيرم خلاص هي استقبلت الداتا بتاعتي. لو انا طالب ان انا اعمل كول سيت اب او حاجه مثلا هترد في الاكوزيشن شانل تقول لي روح للسكرامبلنج كود كذا والكانلايزيشن كود كذا اتكلم عليه. ماشي. هو السيجنتشر ده موجود من الموبايل يبقى في بي سي اتش. بي سي اتش النتورك عماله تبرودكاست يا جماعه اللي عايز يكلمني ممكن يختار اسم من ايه ويو سي بي ودي بي راندوم. اختار راندوم. اوكي. بعد كده هو انا راندوم بختار اي سيجنيتشر ابعت سواء انا بطلب كنترول شانل عشان كونكت عليها 3 جي انا ممكن ابعت راش من غير ما اطلب كنترول شانل. ليه؟ لو انا ببعت داتا هقول انا عندي حاجه اسمها كون شانل حاجه اسمها ديكيتد شانل. لو انا عايز ديكيتد شانل وعايز اعمل كون سيت اب او عايز اعمل كيشن ابديت فانا ببعت راش وبقول فيها ان انا عايز اعمل عايز كنترول شانل مش ديكيتد عايز كنترول شانل اعمل عليه كون سيت اب او اعمل عليه كيشن ابديت. بعد كده الكون سيت اب او كيشن ابديت يا اما هيديني ديكيتد شانل يا اما خلاص خلصت الكيشن ابديت فهجيب او ان انا ببعت داتا على طول خلاص عندي الداتا دي عايز ابعتها وخلاص انا عايز ابعتها بعتها لايش قلت بعتها راجع هذه دي الكون شانل بتاعتي بتغطي بيها. ف النتورك هترد عليا باكوزيشن انديكيشن. لو انا بريكوست ان انا اعمل كود سيت اب او ان انا ارد على بيجنج او ان انا اعمل لوكيشن ابديت هتديني شانل اروح عليها كنترول شانل اروح عليها عشان ابروسيد في البوزيت. لو انا ببعت داتا خلاص انا ببعت مجرد داتا عشان كومن شانل ببعت داتا وخلاص خلاص خلصت اللي انا عايزه فالنتورك بتبعت لي بس الرد الانفورميشن على الديت انا بقى يحصل ساعتها حاجه اسمها كوليجن النتورك ولا ترد على ده ولا ترد على ده. هما بيعملوا ايه؟ بس
استنى راندوم تايم استنى راندوم تايم قالوها سيستم ويعيدوها بس كنت قالوها تمام. في شانل هي مش موجودة كل النتوركس يعني ممكن اعملها ممكن اعملهاش اوبشن شانل اسمها كومن باكيت شانل دي زي الرياش بالظبط نفس التكنيك بس الفرق ان هي فيها معاها ادفانسد شانلز تانيين معاها ادفانسد شانلز تانيين عشان يسرعوا عمليه الالوها هاند شيك اوكي يعني انا في الراش انا ببعت السيجنتشر وبعدين لو ما حدش رد عليا بعمل ايه؟ بس راندوم تايم وبعد تاني اوكي لكن الكومن باكيت شانل عشان عايز انجز هي دي المفروض ان هي تشانل مش عشان يعني انا ممكن استخدم الراش عشان ابعت كومن داتا كومن شانل داتا او عشان ريكويست فول سيرفر اوكي لكن الشانل دي عملوها لو انا عايز اسيبريت الاثنين لو انا عايز استخدم الراش عشان فول سيرفر بس والكومن باك شانل عشان ابعت داتا بس ابعت كومن داتا فعشان اسرع الموضوع انا بشتغل بنفس الطريقه ببعت سيجنتشر و بس الاختلاف ان النتورك بترد عليا في الحالتين يا اما بترد عليا تقول لي حصل كوليجن تختار سيجنتشر تاني ده في السي بي سي اتش ايه في السي بي سي اتش ليها شانلز اسوشيتد معاها في الفيزيكال لاير لا اقصد حاله السي بي سي اتش يعني حاله ايه حاله ان انا ببعت على السي بي سي اتش لو انا مستخدم السي بي سي اتش ساعتها زي ما كنت بعمل في الراش انا ببعت سيجنتشر النتورك بترد عليا يا اما تقول لي حصل كوليجن حاول تاني او مش بتقول لي انا هي بتقول لي كله تقول له كله حصل سيجنتشر حاول تاني ساعتها هو بيعملوا ايه؟ بيغيروا سيجنتشر هم ما يعرفوا يعني بياخد واحد سيجنتشر تاني كيد راندوم ويحاول بعد راندوم تاني تمام؟ يا اما بتقول له على طول acquisition indication تقول له خلاص الداتا بتاعتك جات لي ف يعني فيها positive ونيجاتيف acknowledgement positive acknowledgement تقول له الداتا بتاعتك جات لي negative acknowledgement تقول له حصل collision detection في الراش انا ما عنديش غير positive acknowledgement بس انا بفضل اعمل retry لحد ما يجي لي الacquisition indication ماشي طيب الكومن شانلز برضو اللي في الداون لينك يعني الراش دي هي في الاب لينك البي سي البي سي اتش والبي سي اتش الاثنين في الداون لينك البير بتاع الراش هو الفاش الفورورد اكسس شانل ده بقى دي الكومون داون لينك شانل النتورك بتبعت داتا لجروب اوف يوزرز على هي تشانل ما هياش ديديكيتد يوزر بعينه لا حاجه تانية الفاش فور اكسس شانل دي هي الداون لينك بتاع الراش هي الداون لينك بتاع الراش الراش انا كنت بعمل ايه؟ ببعت داتا ببعت داتا كوم مش ديديكيت الشانل مش بتاعتي الراش مش بتاعتي بس انا بستخدمها جزء من الوقت بعت عليها الداتا وبعدين بريليز نفس الكلام الفاش الفاش لو هي النتورك عايزه تبعت كومون داتا لسبسكرايبر معين دلوقتي بعت الداتا وبعدين
بعد شويه تبعت على نفس الشانل لسبسكرايبر تاني. هي مش شير، هي شير للشانل، ما هياش ديديكيتد للسبسكرايبر بعينه. وهي الداون لينك بتاع الراش. يعني انا لما ابقى كونكتد قلنا الستيتس بتاعتي يا اما ايدل يا اما كونكتد كومن شانل يا اما كونكتد ديديكيتد. فلو انا كونكتد كومن شانل انا شغال في الاب لينك راش او سي بي سي اتش، الداون لينك شغال فاش. هي مش شيرد مع ال سي بي سي اتش، هي شبه الفاش بس اسوشيتد مع ديليكيتد شانل. دي الكلام يعني شيرد الكلام ده كده سيكون شيرد وديليكيتد في نفس الفولدر كده. طيب يعني ايه الكلام؟ انا دلوقتي بقول لو انا شغال على ديديكيتد شانل وجيت عايز انزل اليوزر على كومن شانل، المفروض اوديه فين؟ لا احنا جبناه لحد دلوقتي دي على فاش، فاش وحش. طيب افرض مفيش، افرض مفيش فاش فاضي، يعني شير. فالحل ايه؟ انا اعمل شانل تانيه شبه الفاش بس اسوشيتد مع الديديكيتد شانل. يعني لما اليوزر بياخد ديديكيتد شانل بديله كاوتش وستيب ماشي ماشي كاوتش رايح يحط في الستيب. تمام؟ الديديكيتد شانل في وقت من الاوقات ممكن احتاج ان انا انزله الكومن شانل، فما ينفعش ريسك ان انا اجي انزله من 384 كي ل 64 كي ما الاقيش فيهاش فاضيه فاقطع المكمل. فالحل ايه؟ الحل ان انا اعمل شانل كمان في الداون لينك اسمها الداون لينك شير شانل، بس الشانل دي ما تبقاش موجوده لوحدها، تبقى موجوده مع يعني معنى كده ان دول موجودين مع بعض. طب معنى كده ان هي بتبقى مع اكتر من ديديكيتد شانل عشان تبقى شيرد؟ يعني اكتر من ديديكيتد شانل؟ ااا آه اصل شيرد يبقى هي اكيد اكتر من يوزر، لو هي لو هي مع ديديكيتد شانل واحده يبقى هي ديديكيتد. لا هي عند الحاجة يعني هي هي ريزيرفد لليوزر، يعني ريزيرفد مع ديديكيتد شانل، ممكن مربوطه مع اكتر من ديديكيتد شانل بس مش هيبعت عليها غير لو في داتا. بس ممكن تبقى شير مع اكتر من ديديكيتد شانل. بس مثلا الشانل اللي الاسم بتاعها من نوع الداتا اللي فيها ولا هي اصلا بتبقى محدوده للحاجه اللي بتبقى. بص انت الدنيا هتطور، انا عارف انت الدنيا هتطور عندك اول كمان 2 3 سلايز اول ما نعمل مابنج اللوجيك على الترانسبورت بتاع كده الدنيا هتطور. بس هنشوف احنا هنشوف كل الشباب مع بعض انهي شانلز بتروح على انهي شانلز بتروح على انهي شانلز. يعني هنوضح كتير. ايوه يعني هم شانلز كتير ونسمعهم. ماشي بس احنا عايزين واحده كده نفهمها، نفهم كل شانل بتعمل ايه وبعدين لما نيجي نربطه الدنيا هتبقى افضل. ممكن الشانل دي فين؟ احنا قلنا ان انا لو انا كونكتد
كومن شانل. في اخت كبيره للداون لينك شيرد شانل اسمها اتش اس داون لينك شيرد شانل، هاي سبيد داون لينك شيرد شانل، ال اتش اس بي اس اتش. لو انا لما اشوف اس اتش اس يعني ايه؟ مالتي شانل. مالتي شانل اليوزر الواحد بياخد اكتر من شير شانل، اليوزر بياخد اكتر من شير شانل، و الشانل دي ايه؟ انتروديوس في ريليس 5 اللي هو هي دي الشانل بتاعت ال اتش اس دي. الشانل دي هي الشانل بتاعت ال اتش اس دي. ماشي؟ ف الشانل دي ايه؟ بتتعامل معامله خاصه لان ده اتش اس دي ايه، ده موديوليشن مختلف، ده هبعت بيتريكس عاليه. بس الحاجه المهمه المعلومه المهمه ان هو شير بريشن. احنا كنا قلنا حاجه دلوقتي بنقول احسن، كنا قلنا ايه؟ قول لما بعت البيتريك بطلع للديتكتيف شانل، يعني انا قلنا ايه؟ ايدل بعد كده كومون ايه بس كان في الار 93 مش لما اجي اعلى اعلى من الريت لما اجي اخد اتش اس اخد شير شانل اخد كومن شانل بالظبط. هي هي صحيح هي شير صحيح يعني يبقى تبان ضعيفه بس هي عمليه الموديليشن بتاعها من اول 8 بيس اي لحد 64 كوام بتتبعت على تي تي اي 2 مللي سكند مش 10. هنشوف ايه تي تي اي ده كمان شويه. بس هي الفريم الفريم بتاع دبليو سي ام اي ده لسه هتكلم عليه في الفيزيكال لاير. الفريم بتاع دبليو سي ام اي 10 مللي سكند. ماشي؟ فلو انا شغال اتش اس الفريم بتاعي 2 مللي ثانية 2 مللي ثانية دبل اتش اس. طب ليه صغرت الفريم ده؟ لان الاتش اس انا كل ما بعلى في الاماري ابلكيشن في الام ار موديليشن كل ما النويز بيزيد اثر عليها جامد. فالشانل اللي هي محتاجه هاي سبيد او افيشنت لينك ادابتيشن، محتاج ان انا اغير البيت ريت بتاع اليوزر، اغير الباور بتاع اليوزر عند كل اسرع بكتير من ال 10 مللي سكند. لان هي فيري سنسيتيف للنويز. بس في نفس الوقت بما ان هي شير شانل فانا مش بجرانتي اليوزر ايه؟ الاتش اس انت بتاخد اراوند 2 ميجا مثلا لو انت واخد 5 كول، بتاخد اراوند 14 ميجا لو انت واخد 15 كول. لكن انا مش بجرانتي لان دي شير شانل. لكن في الديديكيتد تاخد 384 جيجا تعتعوش. تمام؟ هتعتعب امتى؟ لو نزلتك الكومن شانل. لكن هم طول ما انت واصل الديديكيتد شانل واصل 384 جيجا. معايا كده؟ يبقى اسوشيتد معاها فيزيكال شانلز. فيزيكال شانلز مع ال اتش اس اس سي اتش. هنشوفها لما نتكلم على الفيزيكال شانل.
لان انا في الاتش اس تي بي انا بدي اليوزر اكتشلي اكتر من شانلايزيشن كود. اليوزر الواحد ياخد من 5 ل 15 شانلايزيشن كود. احنا قلنا كلمه لما اشوف كلمه اتش اس معناها ايه؟ مالتي شانل. ففي الاتش اس انا بدي اليوزر الواحد من 5 ل 15 شانلايزيشن كود عشان يقدر يوصل بالموديوليشن العالي وبمجموع الشانلز دي زي ما كنت بديله اكتر من تايم سلوت في الجي بي ار اس عشان يوصل لبيت ريتس عاليه انا بديله اكتر من كود عشان يوصل لبيت ريتس عاليه. بس في نفس الوقت هو محتاج يمانج 15 شانل. زود الباور هنا الباور هنا يبعت ايه دلوقتي يبعت ايه دلوقتي اوكي. ف اسوشيتد معاها اربعه شانلز لحد اربعه شانلز اب تو اربعه شانلز في الفيزيكال لاير عشان تمانج الكودز دي. انت في الفريم ده خد 5 كودز في الفريم اللي بعده خد 10 كودز في الفريم اللي بعده خد 8 كودز حسب الكاباسيتي اللي في السيل لان دي شير ريسورس في الاخر وحسب الكواليتي بتاعك الداتا بتاعك معايا. كل اللي فاتوا دول كانوا كومون شانلز. كل اللي فاتوا دول كانوا كومون شانلز اوكي. دلوقتي انا اتكلمنا على لوجيكال شانلز كنترول وترافيك الترانسبورت شانلز كومون انديكيتد. كل اللي اتكلمنا عليهم لحد دلوقتي دول كومون شانلز شيرد شانلز. عندي شانل واحده بس يتيمه ديديكيتد اللي هي اسمها ديديكيتد شانل دي سي. وهنا عليهم يسموها ايه؟ وهنا عليهم يسموها فالديكيت شانل دي بتاع فلان بتاع يوزر واحد بس. الديكيت شانل دي بعمل عليها فاست بار كنترول اللي هو او اللي انا بسميه انر انر واوتر لوب بار كنترول بسميه كلوزد لوب يعني بسميه كلوزد لوب بار كنترول. هي دي اللي ينفع اعمل عليها سوفت هاند اوفر. اوكي؟ ف الديديكيتد شانل دي ديديكيتد يوزر معين واقدر اعمل عليها فاست باور كنترول لما بسميه الكلوز لوب باور كنترول بقدر اعمل عليها سوفت هاند اوفر وبتفضل اساين لليوزر لحد ما يخلص يخلص الداتا بتاعته او ينزل لل لو هي اسوشيتد معاها لو هي فاك الداتا لو هو فاك الداتا واسوشيتد معاها تعمل لينك شيرد شانل والراجل قاعد ايد الحبه هنزله الديكيت شانل دي هنا الداون لينك شيرد شانل ويبقى واصل الكومن شانل عشان هو مش مستقبل للفيكس عادي. معايا؟ في اي اسئله؟ قبل ما نخش في الفيزيكال؟ طيب الفيزيكال شانلز الفيزيكال شانلز هي فاكرين هايبر فريم وسوبر فريم فين الستراكشر من ده؟ حد مش فاكره حتى اول مره يسمع عنه؟ طيب انا كان عندي اللوجيكال شانلز كنت في جي اس ام كنت باجي 0 7 دول بسميهم فريم 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 معرفش كام فريم كده كل كام فريم انا مش فاكر الصراحه كل كام فريم 16 فريم او 32 فريم مش فاكر بجمعهم في حاجه اسمها كان لا كان 24 تقريبا 24 مش فاكر بالظبط كان كام بالظبط بجمعهم في حاجه اسمها سوبر فريم. لا كان كل 24 ترافيك فريم وكل حاجه 50 كل 52 تقريبا 52 في 24 حاجه في رقم اسمها هايبر فريم. هايبر
كان هايبر فريم ده هو الفريم نمبر اللي بستخدمه في الابلكيشن. لا بيجيله فريم نمبر كنت بستخدمه في السايفر. في سايفرنج تمام؟ يعني ده بتفرق من جي اس ام. اليو تي اس انا عندي هو معلش بس عشان الجي اس ام كان نفسه مش فاكر ده ايه فايده الهيرارك ده غير ان انا بطلع منه الفريم نمبر اللي بستخدمه في السايفرنج عشان السنكرونيزيشن بس مش بس يعني هي السنكرونيزيشن ده انت من الفريم نمبر تقدر تعرف امتى هتيجي البي سي اتش وامتى هتيجي ال سي اتش وامتى هتيجي البيجنج شانل كله ريليتد للفريم نمبر تمام. طيب في اليو ام دي اس انا عندي حاجه اسمها radio frame بيتباع خلال 10 ملي سكند كل 72 radio frame كل 72 radio frame بسميهم حاجه اسمها السوبر فريم. السوبر فريم ونفس الكلام كنت بستخدم الفريم نمبر ده عشان اعمل بيه السايفرنج. شو الله انا بدات موضوع السايفرنج اللي يهمني دلوقتي هو الراديو فريم ده. الراديو فريم مع ان انا شغال سي دي ام اي متقسم تايم سلوز تايم سلوز 0 تايم سلوز 1 تايم سلوز 2 at time slot 15 اسم ل 14 و 15 هما 15 time slot طيب ايه لازمتها؟ ايه لازم تبقى لازم في ايه؟ synchronization بس لكن مش عشان افرق بين يوزر ويوزر انا المالتيبل اكسس تكنيك بتاعي اسمه CDMA. CDMA. Code Regional. Pure CDMA. لكن أنا عامل إن هو تايم سلوتس عشان هنشوف كمان شوية أقدر أزنك مع النت أعرف إن في هنا بي سي اتش أعرف البي سي اتش بداية الفريم بداية الريدي فريم ده فين ونهاية الريدي فريم ده فين ماشي؟ عشان أقدر أجيب بداية الباكت ونهاية الباكت ماشي؟ طيب ال 10 ملي سكند دول لو حطيت فيهم 2560 جيت و ممكن شانلز ممكن شانلز تاخد 1 ريدي فريم او اكتر ممكن جنرال تاخد 2 ريدي فريمز 3 ريدي فريمز 8 ريدي فريمز باكت كامله يعني باكت قصدي ما هي باكت في الاخر هتبقى جايه من شمال فممكن باكت تاخد ريدي فريم 2 ريدي فريمز 3 ريدي فريمز بس انا هشتغل مالتيبلز من ريدي فريم يا واحد يا اثنين يا ثلاثة عشان كده ممكن بعمل بادنج بزود صفار عشان املى الريدي فريم معايا الفيزيكال شانلز اللي عندي عندي انا بتكلم عن الاف دي دي لان انا شغال اف دي دي شانلز مختلفة في التي بي دي مش هنتعرض ليها لكن اللي يهمني دلوقتي الشانلز اللي عندي في الاي بي دي اللي موجودين في الداون لينك عندي حاجة اسمها سينكرونايزيشن شانل. سينكرونايزيشن شانل دي شبه فريكونسي كوريكشن شانل هي دي اول ما بفتح الموبايل بيدور عليها
عشان يعرف منها امتى هتيجي بي سي اتش وامتى هتيجي البيجنج شانل وامتى هتيجي بقيه البلاد. ماشي؟ السنكرونيزيشن شانل متقسمه لاثنين سب شانلز، حاجه اسمها البرايمري سنكرونيزيشن شانل والسكندري سنكرونيزيشن شانل. هنشوف دي بيبدات عليها ايه ودي بيبدات عليها ايه. الشانل دي بتتبعت في اول 256 شيب من كل تايب سلوت. يعني ايه؟ يعني لو ده الفريم بتاعي ده راديو فريم، احنا قلنا هو متقسم لتايب سلوتس. في اول 256 بت هبعت الشانل بتاعي سنكرونايزيشن، وبعدين مش هبعت حاجه. بعدين لما يجي معاه التايب سلوت الثانية هبعت سنكرونايزيشن، وبعدين مش هبعت حاجة وهكذا. فالشانل هي بتتباعك في أول 256 بت من كل تايب سلوت. ماشي؟ ده مش معناه ان انا شغال تي دي ام اي، ده بس عشان اقدر اسينك معاك اخلي الموبايل يسينك على النت معايا. طيب عندي شانل بعد كده اسمها الكومن بايلوت شانل. الكومن بايلوت شانل، الكومن بايلوت شانل دي هي السكرامبلنج كود بتاع النوت دي. ببعت السكرامبلنج كود بتاع النوت بي بيور كده اهو على الكومن بايلوت شانل. طب انا ليه ما سمعتهاش من الاول؟ ليه وعامل سنكرونيزيشن شانل وبايلوت وسكند؟ ما هي يعني مبعوضه صريحا سهل. بس مين في ال 8102؟ شو براحه صريحه؟ براحه صريحه بس ده مش بيبعت فريكونسي، بيبعت كود. يعني انت محتاج تمسك اللي انت بتريسيبه ده تضربه في ال 8192 كود عشان تعرف هو ده ولا لا. خلاص؟ فالكومن بايلوت شانل النوت بي بتبعت في الداون لينك السكرامبلنج كود بتاعها. انا السكرامبلنج كود بتاعي 01010 هو موجود بس انا ما اعرفوش. انا كموبايل اول ما بفتح الموبايل ما اعرفوش. فانا محتاج الاثنين شانلز دول عشان اعرف الاقي. وانس ان انا لقيته خلاص هعرف زي ما هنشوف اجيب السكرامبلنج كود بتاع السيت. ماشي؟ مش فاهم يعني ما هو السكرامبلنج كود مش فاهم. انا مش في سكرامبلنج كود بعت بيجي لي سيجنتشر فانا بقدر ابعت للنوت دي. يعني ايه يجي لك سيجنتشر؟ مش عارف سهل. النوت دي بتبعت سيجنتشر هو ده؟ يعني ايه تبعت سيجنتشر؟ اللي هو السيجنتشر اللي حضرتك شرحه في السلايد. لا الراش ده انا اللي ببعته، الموبايل هو اللي بعته. الموبايل عشان ريكوست حاجه هو اللي بيبعت السيجنتشر. النتورك بتايكو بترد عليه نفس السيجنتشر عشان تقول انها بترد عليه. لكن احنا بنتكلم في البدايه خالص، انا دلوقتي لسه فاتح الموبايل. لايك من فودافون ومنيل واتصالات والسايت ده والسايت ده والسايت ده طبعا. مين بقى؟ كونكت على مين؟ معرفش. بأني سكرامبلنج كود؟ معرفش. عندي 8192. فاحنا هنشوف كمان شويه البرايمري والسكندري سنكرونايزيشن شانلز بيدلوني. لو تفتكر التقسيمه اللي كنا عاملينها على الكودز دي هي جروبز ال 64 جروب، وال 64 جروب كل جروب سبعه ثمانيه جروبز كل واحده فيها 16 كود بيدلني على انهي جروب بقى. فجرب واحد من من الثمانيه دول البرايمري بتاع كل واحد من الثمانيه دول مع الكومن بايلوت شانل لو اداني باور عالي يبقى هو ده سكرامبل كود بتاع السيت. ابتدي اتيون عليها واسمع البي سي. يعني البرايمري بتستخدم مع الكومن بايلوت شانل؟ الكومن البرايمري سنكرونيزيشن مع السكندري سنكرونيزيشن مع الكومن بايلوت شانل الهدف منهم ان انا اعرف السكرامبل كود بتاع النوت اول ما افتح النوت. ماشي؟ طيب